مساء الخير على حضراتكم. يمكن جميعا بنعيش أزمات الطاقة والغذاء اللي العالم كله بيعاني منها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها من نقص سلاسل الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة، ويمكن أيضا استمرار جائحة كورونا اللي لا تعرف كلمة النهاية بعد. لكن الحديث اليوم الأبرز عن قمة جدة للأمن والتنمية. هذه القمة الهامة جدا والاستثنائية في توقيت مهم وحاسم بالنسبة للعالم أجمع، ويمكن تابع العالم كله ووسائل الإعلام العالمية وأيضا العربية هذه القمة وما تم طرحه من قضايا ومناقشات على طاولة المباحثات وأيضا مخرجات هذه القمة. لكن الحقيقة عشان يتضح لنا الأمر أكثر لازم نعود الوراء شوية كم يوم ويعني نتذكر اللقاءات العربية الثنائية وأيضا الثلاثية اللي تمت في القاهرة وفي شرم الشيخ، وأيضا زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العربية الخارجية في الفترة اللي فاتت. ويمكن احنا هنا النهاردة شفنا طرح عربي موحد، رؤية عربية مشتركة تم اليوم طرحها في قمة جدة، وده اتضح بشكل كبير جدا من خلال التنسيق اللي شفناه في كلمات القادة والرؤساء العرب تجاه كل القضايا اللي بتهم المنطقة العربية والعالم أجمع. وخلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي ونسمع جزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قدم فيها مقاربة شاملة ارتكزت يمكن على خمس محاور هامة. كان حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولا عن القضية الفلسطينية وإيجاد حل شامل وعادل ونهائي لهذه القضية الفلسطينية، وليس فقط العودة للمسار المفاوضات. أيضا تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأمن القومي العربي وهو أمن كل لا يتجزأ، وأيضا تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضا تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بناء المجتمعات على أسس المواطنة وتمكين الشباب والمرأة، ويمكن ده بيعكس جزء كبير مما يحدث في الداخل المصري. وأيضا دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التضامن الدولي لمصلحة الشعوب اليوم يعني مواجهة الأزمات الحالية من غذاء وطاقة وأيضا الحفاظ على الأمن المائي. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي نسمع جزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية. ثالثا، يتعلق هذا المحور بالأمن القومي العربي، والذي يؤكد على أنه كل لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي. وأشدد في هذا الصدد على أن مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والأخاء والمساواة هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده. ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. هذا ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل، معاودة التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وبما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الإقليمي في المنطقة. الأمن الإقليمي المتكامل والأمن العربي كل لا يتجزأ. ويمكن لو رجعنا بالذاكرة كده شوية للحملة الانتخابية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال نفس الكلام ساعتها، وإنه الأمن القومي العربي هو أمن قومي مصري. ويمكن لو نفتكر كلنا كلمة مسافة السكة اللي قالها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحدوث أي مشكلة لا قدر الله في أي مكان عربي، مصر هتكون بالنسبة لها هي مسافة السكة يعني الوقوف بجانب الأشقاء العرب. ويمكن ده اللي احنا متعودين عليه من الجانب المصري. ويعني تحدث السيد الرئيس أيضا عن مكافحة الفكر المتطرف واكتساز منابع الإرهاب وتكثيف منابع الإرهاب، ووجه حديثه للدول والمؤسسات الداعمة لهذه الميليشيات، ويعني قال إنه عليهم تغيير أفكارهم اليوم، وإنه آفة الإرهاب عانت منها دول عربية كثيرة على مدار عقود. نروح مع حضراتكم نسمع جزء آخر من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع نكمل الكلام. رابعا، يظل الإرهاب تحديا رئيسيا
عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، ولذا فإننا نجدد التزامنا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره، بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي، والتي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة، وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية، وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار، بل وتتوارد قدرتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود. وأشدد في هذا السياق على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب، وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر، أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وإننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل. بالتأكيد التجربة المصرية لمكافحة الإرهاب واللي شفناها على مدار الثمان سنين اللي فاتوا، واللي بالتأكيد دفع ثمنها كل بيت مصري كان فيه شهيد، ربنا يرحم شهدائنا جميعا، لكن اليوم لا تحقيق للتنمية المستدامة والحق. ويمكن حتى ما كناش نقدر نتكلم على تنمية مستدامة أو يعني اقتصاد أو صناعات مصرية وتطوير في الصناعات المصرية إلا بمكافحة الإرهاب، فهي تجربة الحقيقة رائدة بالنسبة لكل الدول العربية، التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي نسمع جزء آخر من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القضية الفلسطينية، ويعني ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى كما أسماها اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي القضية الفلسطينية التي طالما التزمت الدولة المصرية بدورها في هذه القضية. واسمحوا لي في هذا من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم مقاربة شاملة تتضمن خمس محاور للتحرر في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقراراً وازدهاراً. أولاً، لعلكم تتفقون معي أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، ومن ثم فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم أو تلك المستمرة ما قبل ذلك لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين، ويوفر واقعا جديدا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعدد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من أمال. ومن هنا فلابد من تكثيف جهودنا المشتركة ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل لنصل به هذه المرة إلى حل نهائي لا رجعة فيه، يكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة. للحديث عن مخرجات قمة جدة للأمن والتنمية وكل ما تم طرحه من قضايا اليوم في القمة، نذهب للنائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ويمكن احنا اليوم أمام قمة هامة واستثنائية بكل المقاييس، توقيت حساس للعالم كله، أزمات متتالية، طاقة، غذاء، يعني رؤى عربية موحدة، وجود أمريكي، كيف ترى هذه القمة اليوم؟ شكرا جزيلا أستاذة هدير، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. يمكن زي ما حضرتك تفضلتي هذه القمة بتأتي في وقت دقيق للغاية بتمر المنطقة بمرحلة صعبة على مدار سنوات، بنجد العديد من التحديات المتراكمة للغاية اللي بتحيط بعدد من بلدان المنطقة، بالذات في عمليات مواجهة الإرهاب
والتحديات المتعلقة بالاقتتال الداخلي في بعض بلدان المنطقة. يمكن هذه الكلمة في رأيي هي بتفتش في العدالة الغائبة في النظام العالمي، وبتحفز المسارات الإنسانية لمعالجة كل ما يحيق بالمنطقة من صراعات دامية بفعل فاعل، بناء على الكلمة اللي ركزت بشكل أساسي على وجود تنظيمات إرهابية في المنطقة، وهذه التنظيمات بيتم تمويلها ومساعدة نقلها عبر حدود الأوطان للقيام بعمليات من شأنها أن ينفذ من خلالها بعض الأطراف أهداف سياسية محددة وإحداث مكتسبات ومتغيرات على الأرض، بتدعم سياسيا بعض الأطراف سواء كان الإقليمية أو الدولية. بالتحديد بعتقد أنه هذه الكلمة بتعيد مرة أخرى ومن خلال ما أكده الرئيس السيسي ودائما يضعه أولى أولويات الدولة المصرية، أن القضية المركزية لهذه المنطقة هي القضية الفلسطينية، لأنه كثير من الدول وكثير من الأطراف عملت على مدار الفترة الماضية في وضع هذه القضية في ذيل الاهتمامات الدولية عن قصد. الحقيقة مصر دائما بتوضح للعالم أجمع مسؤوليته، وبتضع العالم أجمع أمام مسؤوليته، وبتوضح للجميع وكل المجتمع الدولي أن القضية الرئيسية التي إذا ما زالت أو ما يتم أو إذا ما استمر عملية التسويف في معالجة هذه القضية، ستستمر عملية أو حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم لا استقرار بدون حل عادل وشامل للقضية. مشاكل الماضي كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. ويمكن كمان عايز اروح مع حضرتك لمساله مكافحه الارهاب والفكر المتطرف اللي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن كنا بنقول انه التجربه المصريه تجربه رائده في مجال مكافحه الارهاب والفكر المتطرف. مصر قدمت تضحيات كبيره في عمليات مكافحه الارهاب في صفوف قواتها المسلحه والشرطه والمدنيين، واستطاعت مصر أن تقف صامدة، والبعض حتى في المحللين للشأن الدولي ولعمليات مكافحة الإرهاب وصفوا أن مصر لم تكن تكافح الإرهاب نيابة عن نفسها فقط، وإنما نيابة عن العالم أجمع، وأن مصر استطاعت أن تعيد الاستقرار بشكل كبير إلى منطقة الشرق الأوسط. مصر تعاون كل بلدان المنطقة والدول العربية في الحفاظ على بلدانهم وفي دعم الشعوب في تقرير مصيرها. العاصمة القاهرة والمدن، مدينة شرم الشيخ وغيرها من مدن القاهرة، تستقبل الوفود من مختلف البلدان التي فيها أزمات، تستقبل كافة الأطراف لمحاولة رأب الصدع فيما بينهم، ومحاولة القدرة على البلدان اللي بتمر بأزمات أن تعاونهم مصر في القدرة على أن يتخذوا قرار وأن يصلوا إلى مساحات من الاتفاق من شأنها أن تؤدي إلى أن هذه البلدان تتماسك وتعود إلى أو تمر أو تنتهي حالة السيولة بداخلها. فبالتالي مصر لم تقدم تجربة يعني وتضحيات كبيرة بالنسبة للدولة المصرية فحسب، وإنما امتد عملها لمحاولة مساعدة كل دول الإقليم في وليس فقط النائب واستقرار، وليس فقط سيادة النائب مكافحة الإرهاب، لكن وصولا كمان بأنه مصر كانت بتعمل بالتوازي في مكافحة الإرهاب وأيضا التنمية المستدامة والاهتمام ببناء الإنسان وبناء المجتمع المصري. شفنا تمكين شباب، تمكين للمرأة، ويمكن ده تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وكمان أهمية وجود دور للمجتمع المدني، ويعني توحيد مسألة يعني مفاهيم الهوية والحفاظ على الهوية العربية وهوية كل دولة على حدة، وأيضا مسألة أنه يكون في نوع من أنواع يعني دائما الحوار المجتمعي. ويمكن إحنا دلوقتي في حوار وطني يعني نتاج عن كل النقاشات الوطنية اللي كانت في الداخل المصري. القيادة السياسية اعتمدت الحوار كسبيل وطريق لمعالجة كافة التحديات والقضايا اللي بتواجه الدولة المصرية، بداية من لو نتذكر في قبل إعلان 3 يوليو الشهير الذي أنفذ إرادة المصريين
في عام 2013 كان هناك حوارا وطنيا ما بين الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها مع مختلف الطيف السياسي المصري لوضع مسار للدولة المصرية والقدرة على اتخاذ قرار ما بين كل الأطراف. هذا تم اعتماده أيضا من خلال منصة مؤتمر شباب مؤتمرات الشباب ثم منتدى شباب العالم ثم مؤتمرات الخاصة بالمرأة، اعتماد أعوام عام الشباب وعام المرأة وعام ذوي الإعاقة وعام المجتمع المدني وأيضا الدعوة للحوار الوطني. كل دي وسائل كان من شأنها بناء الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بمشاركة كل الأطراف وبإدماج كل الفئات التي عانت التهميش على مدار سنوات سابقة. القيادة السياسية عملت على إدماجها ومشاركتها في الحياة العامة وفي الحياة السياسية وفي صنع القرار داخل الدولة المصرية. كل هذه الجهود تمت بالتوازي على مختلف المحاور لنهضة شاملة للدولة المصرية على كافة المحاور حتى تستطيع الدولة المصرية أن تستعيد مكانتها مرة أخرى. واليوم من خلال حتى عملنا في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ومن خلال ما نشهده في المحافل الدولية المختلفة، مصر لديها لها مكانة مرموقة وعظيمة في المجتمع الدولي. كل الأطراف تنظر لمصر نظرة احترام شديد على ما قامت به من تجربة عظيمة على مدار السنوات القليلة الماضية وفي وقت صحيح. قياسي القدرة على إدارة ملف العلاقات الخارجية للدولة المصرية بتميز شديد. ويمكن أنا سيادة النائب عايزة أقف مع حضرتك على مسألة العلاقات المصرية الخارجية وحالة التوازن الاستراتيجي اللي موجود في هذه العلاقات والحياد الإيجابي والانفتاح على الجميع. نعم ده صحيح، مصر بتقدم نموذج رائع في أدائها على مستوى الخارجي في توازن علاقاتها الدولية في القدرة على يعني القيام بسياسة خارجية كما وصفها الرئيس السيسي من قبل بأن مصر تمارس سياستها الخارجية بشرف في زمن عز فيه الشرف. صحيح. مصر دولة لها وجه واحد وتمارس سياستها بشكل رشيد وبالتالي هذا هو المنهج الرئيسي الذي اعتمدته الدولة المصرية في سياستها الخارجية وبالتالي كل الأطراف تنظر لمصر نظرة احترام. مصر لديها دور في قوات حفظ السلام الدولية، مصر لها دور كبير في منع الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط وفي مواجهة الجريمة. صحيح سيادة النائب، دور فاعل للدولة المصرية. فالجهود للدولة المصرية جهود كبيرة وجهود ملموسة على المستوى الدولي. كل الأطراف تتحدث أن مصر هي الركيزة الأساسية لمنطقة الشرق الأوسط وأن مصر هي الضامنة للقدرة على استعادة هذه المنطقة لاستقرارها بالكامل. ومن خلال خريطة الطريق التي وضعها السيد الرئيس ومن خلال 5 محاور تضع مصر معالجات لأهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والتي يجب أن نعمل عليها بشكل قوي. صحيح. وأن يعمل المجتمع الدولي ككل من خلال مسؤولياته بالاطلاع. ويمكن اليوم سيادة النائب من خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك دعوة للتضامن ما بين يعني الحكومات والدول للعمل على نجاة الشعوب من أزمات الغذاء وأزمات الطاقة وأيضا الحديث عن الأمن المائي. وتحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مسألة الحكم الرشيد والاستقرار الداخلي للدول وتأثير ده على الاقتصاد وعلى التنمية المستدامة. نعم، الكثير من الموضوعات التي فيها يعني مسؤولية لدى كل الأطراف الدولية. التحديات الرئيسية اللي بيواجهها المجتمع الدولي الآن في أزمات المتعلقة بالغذاء والأمن المائي وغيرها من الموضوعات، أيضا الموضوعات المتعلقة بالمناخ ووجود ضرورة وجود التزامات لدى الأطراف الدولية في التعامل في هذه القضية وخصوصا الدول العشرين. نعم صحيح، دي من الأمور اللي يعني بتطلع الدولة المصرية من خلال تنظيمها لمؤتمر المناخ في نهاية العام الحالي أن تعمل كل الأطراف الدولية على وجود تعهدات والتزامات واضحة لدى كل الأطراف الدولية. صحيح. في القدرة على مواجهة التغيرات المناخية ومن ثم حماية من التحديات
اللي من الممكن ان وخصوصا نواجهها على الدول مستقبلا. الناميه التي تتاثر بشكل كبير بمساله تغير المناخ. ويمكن هنا نجد ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث بلسان افريقي عربي ليس فقط لسان مصري. لكن عايز اروح مع حضرتك للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الامريكي جو بايدن وزياره اولى شرق اوسطيه للرئيس الامريكي جو بايدن. هل نحن امام حقبه جديده للعلاقات الامريكيه العربيه؟ بتأكيد أنه دائما مع كل إدارة جديدة كل إدارة بترسم شكل علاقاتها مع مختلف البلدان العربية والبلدان الشرق أوسطية لكن دائما أبدا تؤكد الإدارات الأمريكية المتتبعة على عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وده حتى أتى من خلال اللقاء الثنائي اللي تم ما بين الرئيس السيسي والرئيس بايدن واللي تم التأكيد من خلاله على عمق العلاقات ما بين الدولتين وعلى استمرار أوجه العلاقات بمختلف المسارات ودعم هذه المسارات خلال الفترة المقبلة. وأكد الرئيس بايدن على احترامه وتقديره للرئيس السيسي في جهوده في إرساء السلام في المنطقة، وتأكيد على أن مصر هي ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذه تأكيدات بتأتي لمزيد من دعم مسارات التعاون ما بين الجانبين. أعتقد أن هذه القمة من الممكن أن تكون يعني ركيزة أساسية وموضع وبداية جديدة في القدرة على معالجة قضايا المنطقة من خلال دعم مزيد من التفاهمات فيما يتعلق بالقضايا المختلفة. ونأتي دائما أبدا للقضية الرئيسية وهي القضية الفلسطينية، ومن خلال حتى لقاءات الرئيس بايدن أكد على أنه حل الدولتين هو الحل الذي يمكن من خلاله معالجة هذه القضية بشكل جذري، وهذا ما يجب أن تعمل عليه كل أطراف المنطقة، وأن يعني تكون هذه القمة هي قوة دفع رئيسية للبلدان العربية مع الجانب الأمريكي في إيجاد حلول لكافة التحديات اللي بتواجه المنطقة وأيضا كافة التحديات اللي بتواجه النظام العالمي في مختلف القضايا اللي حضرتك تناولتيها في سلاسل الإمداد الغذاء في استمرار. ويمكن سيادة النائب زي ما صرح وزير الخارجية السعودي اليوم في المؤتمر الصحفي عقب يعني انتهاء القمة في جدة، العلاقات العربية الأمريكية اليوم نتحدث عن هي علاقات منافع مشتركة ومصالح متبادلة تصب في صالح الشعوب، ليست علاقات إملاءات كما سوق. يعني هذا أمر يعني بالتأكيد يعني مصر حتى من خلال كلمة الرئيس السيسي أكد على أنه الدولة المصرية وأنه يعني جميع الأطراف في هذه المنطقة ستحمي أمنها ومصالحها وحقوقها بكل الوسائل. صحيح. فبالتالي مسألة استقلال القرار الوطني للبلدان العربية وللقوى الرئيسية في هذه المنطقة أمر أصبح مستقر تماما ويعني لا جدال فيه ولا واضح ويتضح اليوم أكثر في قمة جدة للأمن والتنمية. سيادة النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. دلوقتي هسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعده نكمل الكلام. طبعا الصيف ابتدى ومين ما يحبش المصايف ومين ذكرياته مع المصايف ما تنتهيش، لكن الحقيقه اعتقد ان كلنا عندنا ذكريات مع المصايف ليها علاقه بجلدنا وبيحصل ايه في الجلد، وناس كتير بتتحرق لما تتعرض للشمس في اوقات معينه، يعني بنتكلم انه ما ينفعش نتعرض فيها للشمس لكن بتحصل وكلنا يعني ممكن نتعرض لده في المصيف وبيخلينا مش عارفين نستمتع بباقي الايام. احنا نروح دلوقتي لدكتور هاني الناظر استاذ الامراض الجلديه، هو يقول لنا نعمل ايه قبل المصيف ونعمل ايه في المصيف علشان ما نتعرضش لمساله الالتهابات دي. مساء الخير يا دكتور وكل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله تكون كانت اجازه سعيده على حضرتك.
مساء النور وكل سنة وانت طيبة. الحمد لله الحمد لله، وإن شاء الله كل الناس تستمتع بالأجازة بتاعتها برضه. دكتور، يمكن ناس كتير بتحب تقعد في الشمس وبتستمتع بالشمس وبتحب تاخد لون في الشمس وتحس كده انه يعني ترجع من الاجازه يقول لها ده انت كنت بتصيف، يعني زمايلها بقى في الشغل وجيرانها وكده. لكن الحقيقه انه احنا احيانا، ويمكن دلوقتي الجو كمان ما شاء الله في مصر حلو جدا، الجو هوا، فانت مش واخد بالك من حراره الشمس، تقوم وتتفاجئ بعد القعده في الشمس بالتهاب في الجلد. مش بس كده، لا احنا محتاجين الشمس، فيتامين د كمان. صحيح. يعني هو مش بس كده، هو بص حضرتك، لا احنا مش هنحرم نفسنا من الشمس ولا حاجه، بس نعرف امتى التوقيتات اللي نقعد فيها في الشمس وجلدنا ما يتحرقش ونستفيد وناخد اللون الحلو وفي نفس الوقت نكون فيتامين د. اللي هي ايه بقى حضرتك؟ ايه بقى التوقيتات يا دكتور؟ فتره الصبح بدري لغايه الساعه 9 الصبح. لغايه 9 الصبح، هنصحى بدري قوي كده في المصيف. أو لا مش شرط، لو اللي ما قدرش يصحى الصبح نقول الفترة حضرتك اللي هي من 4 العصر لغاية الساعة 7 قبل المغرب. ودي أجمل وقت، يعني بتبقى الجو حلو ودرجة حرارة معقولة والمية حتى بتبقى سخنة، اللي هينزل المية دافية. هنا بقى الأشعة فوق البنفسجية بتبقى أشعة طويلة الموجة مفيدة جدا للجلد ولا تسبب أي حروق إطلاقا. ونقدر نستفيد من وجود فيتامين د في الأشعة دي؟ الحقيقه فيتامين د بيتكون في الجلد مش في الاشعه، يعني لما اشعه الشمس بتقع على جلدنا بتحول ماده اسمها 7-هيدروكلوريسيون، دي موجوده في الجلد من الاول، بتحولها لفيتامين د 3. عشان كده بنحصل دايما على الفيتامين عن طريق تعرض الجلد للشمس. اللي بحذر بشده الناس انها تتعرض للشمس فتره الظهيره، يعني فتره من الساعه 10 الصبح بعد الساعه 3 بشمس الاشعه بتبقى قصيرة الموجة ومؤذية جدا للجلد وبتسبب حروق وتترك بقع سمراء عشان السيدات بيضايقوا منها، وبتعمل حروق مش بتعمل لون جميل ولا حاجة. صحيح. فبلاش نبعد عنها. طيب، هل المفروض كل اللي بيتعرض للشمس يحط واقي للشمس، سواء حتى لو بيتعرض في الفترة اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها قبل الساعة 9 صباحا أو من 4 ل 7؟ لا، الفترة بتاعت آخر النهار دي مش محتاجة الواقي. إلا إذا كان مش عايز يسمر. طب واستخدام الكريمات اللي بتساعد على انه الجسم يبقى يعني بياخد لون اكتر من الشمس؟ ما عنديش مشكله، بس برضو بعد الساعه 4. طيب يا دكتور، دلوقتي بقى الاطفال بيتمرنوا كمان، اللي بيتمرن السباحه، ازاي يعني الامهات تاخد بالها من جلدهم وهم بيتمرنوا سباحه واحنا في الصيف؟ وطبعا يعني كتير جدا بتكون حمامات السباحه حمامات مفتوحه. هو طبعا احنا هنا مش هنقدر نعمل حاجه تمنع الحرق، لانه اذا نزل الساعه 12 هيتعرض. لكن هو طول ما هو تحت الميه انا ما عنديش مشكله. المشكله بره الحمام لو انه ما يقعدش كتير، يعني هو لو تحت الميه خلاص الاشعه بتتكسر بالميه فمفيش خوف على الجلد. انما لو جلد بره، يعني قاعد بره بمده، ده غلط. طيب. هي المشكله الحقيقه اللي بتقابل الامهات بالذات بالنسبه لحمامات السباحه، ان الولاد حتى الكبار يعني شعرهم نتيجة الكلور بتلاقيه بيتقصف وبينشف وبتبقى حروفه مكسرة. دي حلها سهل. ازاي؟ انه سواء كبار او صغيرين، ان قبل ما ينزل الميه بيدهن او بتدهن الشعر بزيت اللوزة حلو. فده مفيد جدا، اولا بيمنع تأثير الكلور على الشعر، اتنين بيحافظ عليه من التقصف والجفاف والتقصف. صحيح. طب يا دكتور، ما فيش حاجات زي دي للجلد؟ انه يمكن ناس كتير بتتكلم على انه استخدام المرطبات، سواء المرطبات الطبيعيه او الكريمات، على مدى طويل بيحسن من يعني الجلد، ويحسن كمان من مقاومته لاي يعني حروق او متغيرات بتنتج عن الشمس او غيره. هو بالنسبه للشمس احنا بنحط الكريمات اللي هي الواقيه طبعا، دي بتحمينا جدا. وطبعا انا بحط بتبقى على حسب نوع بشرتي. يعني انا لو بشرتي دهنيه بحط الحاجه اللي بتبقى في صوره جيل مش كريم. لو بشرتي جافه احط الحاجه اللي في صوره كريم. وطبعا الاطفال ليهم حاجات والكبار ليهم حاجات، فلازم ارجع للدكتور اقول له ايه اللي يناسب بشرتي وايه اللي يناسب على حسب السن طبعا. طب في حاجه ليها علاقه بالتغذيه يا دكتور؟ بمعنى يعني تغذيه تؤثر في الجلد؟ بصفة عامة طبعا أكيد الأكل الصحي خاصة الخضروات الطازجة والفاكهة الطازجة مفيدة جدا للجلد طبعا.
يعني رقم واحد طبعا قبل الاكل كمان الميه. الميه نشرب ميه كتير في الصيف. موضوع بصي حضرتك الجلد حياته في الميه. فانا شرب الميه كتير بيمنع جفاف الجلد، بيمنع اصابتي بامراض كتير، بيخلصني من الاملاح والسموم، بيرطب الجلد، بيمنع ظهور التجاعيد المبكره. يعني مش يعني مهما قلت لك من فوائد يعني عايز اتكلم فيها ساعه. فرقم واحد شرب الميه كتير. اثنين حضرتك الاكثار من اكل السلطه الخضراء. لانها فيها المعادن والعناصر والفيتامينات اللي محتاجها الجلد انه ينمو بشكل طبيعي، محتاج يبقى ناضر، البشره صحيه، طبعا الاكثار من السلطه الخضراء. وبحذر من الحوادق والمخللات والسكريات الكتيره على الجلد. الشعب المصري كله بيحب المخللات والسكريات يا دكتور. الدراسات كلها بتقول اولا احد اسباب ظهور التجاعيد المبكره. طيب دكتور، يعني انا بشوف ان حضرتك على السوشيال ميديا ما شاء الله ناشط جدا، وبترد على الناس وعلى تساؤلات الناس واستفسارات الناس بشكل مستمر. كمان عايز اسال حضرتك اكثر الاستفسارات اللي بتجيلك والتساؤلات اللي بتجيلك خلال فتره الصيف بتكون ايه؟ هو اكثر حاجه على مدار السنه سود الشعر. يعني دي المشكله رقم واحد. يعني في اي وقت هفتح الصفحه ولا اسئله هيبقى 70% من الاسئله انا شعري بيوقع. الحاجة الثانية البحر والمصيف بيأثروا كمان يا دكتور على موضوع سقوط الشعر؟ طبعا مفيش كلام. طبعا المية ومية البسين بتأثر ومية المية الملح بتأثر. بس أنا عايز أقول حاجة للناس، يعني خصوصا الأمهات. ناس كتير من الأمهات تقول لي أنا عندي طفل عنده 7 شهور وشعره ما بينموش. شيء طبيعي في السن دون. ما ينفعش يعني نقلق على الطفل قبل 4 5 6 سنين. او تقول لي بنتي عندها 30 شعرها خفيف، طبيعي لانها بتنمو. وبلاش ندي الاطفال في السن ده اي ادويه خالص عن الشعر. فيتامينات خاصه بالشعر يعني؟ لا طبعا لا. الكلام ده حد كبير عنده مشكله ولازم نشوف اسبابها ايه. لازم يكون باستشاره طبيب. طبعا مفيش كلام. بشكر حضرتك دكتور هاني الناظر استشاري واستاذ الامراض الجلديه، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معانا. يمكن امبارح كلنا على السوشيال ميديا تابعنا وبعد غياب طويل حفلة الكينج محمد منير، الحفلة الغنائية القوية جدا في اسكندرية اللي الناس كلها اتكلمت عنها، لأنه يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتتحدث عن الحفلة، وكان في تناول للفيديوهات وغناء محمد منير، ويمكن كمان بكائه أثناء الغناء على المسرح وتفاعل الكبير اللي حصل من الجمهور مع ده. وكان كمان في مشاركة لفرقة بلاك تيما في الحفلة، غنوا ساعة تقريبا قبل ما يطلع الكينج محمد منير على المسرح، وبعد ما طلع الكينج محمد منير شاركوه كمان في الغنى. هنعرف كواليس ده تم ازاي وغنوا معاه ايه، متهيألي غنوا معاه اغنية علموني عيونك، هنعرف بالتفصيل من الفنان احمد بحر عضو فرقة بلاك تيما. مساء الخير يا احمد، وببارك لك على الحفلة ما شاء الله، يعني مكسرين الدنيا، ومشاركتكم للكينج محمد منير باغنية علموني عيونك اعتقد لو انا بقول صح. يعني مساء الخير الاول، يعني مرسي جدا على التقديمه الجميله، وكل سنه وحضرتك بخير وانت بخير وكل المشاهدين. الاغنيه اسمها علموني عيني كساف. انتوا اصلا بتغنوها؟ احنا بقالنا يعني بقالنا حوالي 3 4 سنين بنغنيها. يعني بنغني اغنيه اسمها كل مره بتاعتنا. ودي بعد كده بنكمل بيها يعني. طب ايه اللي حصل؟ انتوا ابتديتوا الحفله في الاول؟ بدأنا غنينا حوالي ساعة إلا ربع مثلا. والحمد لله يعني الجمهور الملك محمد منير استقبلنا الحمد لله استقبال كويس، عشان هم عارفين إن إحنا أصلا يعني إحنا من عشاق منير. صحيح. إحنا يعني من جمهور، وأنا بعض الحفلات من وأنا عندي 14 15 سنة يعني يعني كنت بلف وراه يعني محافظات كتيرة وكل الأماكن. إزاي تم دعوتكم لوجودكم في الحفلة والغناء فيها؟ يعني ده كان عن طريق الشركه المنظمه زوم وعمر. بس طبعا يعني بعد الرجوع للملك فطبعا هو يعني رحب جدا الحمد لله ان احنا نبقى موجودين نغني قبله، وده شرف كبير يعني واحساس. احنا يعني انا عن نفسي مش قادر اوصف ساعات. حسيت يعني بايه بقى لما طلب الكينج محمد منير انكم ترجعوا مره ثانيه للمسرح وتغنوا معاه؟ انا حقيقي كنت يعني كنت مخضوض، ما كنتش مصدق. احنا غنينا قبل كده يعني قبليه
من حوالي 11 سنة كان برضه في اسكندرية في نادي سموحة، بس المرة دي كان لها طعم مختلف، لأن احنا لما طلعنا وقفنا جنبه احنا حسينا يعني إن احنا ده أبونا والقدوة بالنسبة لنا والسند، فهو كان كمان قدمنا تقديمة حلوة قوي قوي يعني ما نقدرش نحلم بيها، فده إحساس يعني فوق العالي قوي يعني. فالحمد لله ان هو يعني قدمنا التقديمه دي وهو كمان يعني بيحبنا الحمد لله. طيب انتوا حضرتوا مشهد بكاء الكينج محمد منير على المسرح، ويمكن المشهد ده اخذ مساحه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور اتفاعل معاه بشكل كبير جدا. ايوه هو كان وحش الجمهور هناك، هو منير اصلا بيتنفس الجمهور وبيحب المسرح والغنى، هو ده يعني هو علاجه يعني، فهو كان بيبص للجمهور وسعيد بالجمهور. حتى في كذا اغنيه ثانيه كان المزيكا كانت بتبقى شغاله وهو عمال يبص على الناس وسعيد بيهم قوي قوي. هو المشهد حتى الجمهور اتفاعل معاه بشكل حلو، ومنير عدها على طول يعني. دي مشاعر يعني حقيقيه من فنان حقيقي بيتنفس الجمهور يعني، فالحمد لله ان احنا عندنا فنان كبير بحجم الاستاذ محمد منير، لان هو اصلا ده بتاع الشعب يعني، ده مطرب الشعب. صحيح. ومطرب مصر وطعم مصر يعني، وكمان حتى انا شايفه ان هو من اهم المطربين اللي كانوا يعني الموجودين بقى لهم حوالي 40 سنه او 50 سنه، لان عنده جمهور بيحضر له في الحفله من سن 15 لغايه سن 50 و60. صحيح. ويمكن الناس ما تقدرش تفوت حفله للكينج، وكل محبي الفنان الكبير محمد منير يعني لازم تكون متواجده في حفلته، يعني ده شعب كبير قوي متواجد علشان يغني مع محمد منير ويتبسط مع يعني محمد منير. صعب هتلاقي يعني حتى مطرب، اي مطرب يعني في مصر هيبقى عنده كل الاعمار السنيه دي بتبقى موجوده في الحفله، ممكن تلاقي ناس بتسمع اغاني في البيت بس يبقوا متواجدين في حفله بكل الاعمار السنيه دي. صحيح. انا ما حصلتش، ما شفتهاش يعني. صحيح. ما بنشوفوش غير في حفلات الكينج محمد منير يعني، بس حقيقي والله هو يستاهل المكانه اللي هو فيها دي، والله يديله الصحه يا رب ان شاء الله ويفضل يمتعنا بصوت. طبعا يعني صوت فريد، صوت مصري فريد، ودايما يعني بنستمتع بهذه الاصوات وبنتمنى نفضل نسمعها طول الوقت، لان دي هي دي القوه الناعمه المصريه اللي احنا بنتحدث طبعًا عنها طول الوقت، وقد ايه ده شيء مهم بالنسبه لنا وبيسعد الملايين. يعني يا رب ان شاء الله يفضل يسعدنا ويديله الصحه، وهو يعني معلمنا يعني، هو قدوتي عامه يعني في المزيكا، وهو ده اللي اتعلمت منه ازاي اختار كلام وازاي افهم التوزيعات، ويعني اعرف شاعر كويس، ويعني اهتم بالمزيكا واهتم بودان الناس عامه يعني، وان احنا نقدم لهم واخلي بالي من التاريخ يعني، عشان التاريخ برضه مش هيرحم، فدي حاجة مهمة لازم برضو تفضل طول الوقت في دماغ المزيكاتي أو المطرب عامة. طب أحمد، سمعنا جزء من الأغنية اللي غنيتها مع الكينج محمد منير، علموني عينيك أسافر. أنا يعني هغني لك ماشي. علمونا عينيك أسافر، علمونا أفضل مهاجر، علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي، علمونا عشق صحابي وانسى وياهم عذابي، والغريب لو دق بابي يرتوي من نبع صافي. دي اللي احنا غناها، الاغنيه دي معديه ال 40 سنه. لكن انتوا دايما بتحبوها ودايما بتغنوها وغنيتوها امبارح. دي بنغنيها على طول في الحفلات. الحقيقه ان احنا من جمهوركم وطبعا من جمهور الكينج محمد منير، وساعدنا بده جدا، حتى اللي ما حضرش الحفله استمتع بالاجواء اللي حصلت في الحفله على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان حديث مستمر عن حفله الكينج محمد منير امس، ويعني الحقيقه يا رب دايما نفضل بنستمع لهذه الأصوات المصرية اللي ما بتتنسيش الحقيقة، وبتعيش على مدار التاريخ، وأغانيها كمان بتعيش على مدار التاريخ. أحمد بحر، عضو فرقة بلاك تيم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جدا، شكرا جدا، كل سنة وانتم بألف خير. وانت بألف خير. طبعا الأجواء الصيفية في مصر غير، دايما مصر كده في الصيف ليها طعم
مختلف، سواء من حفلات، سواء حتى من يعني أجواء كده الناس في الشوارع، وأول ما يبتدي الصيف والسهرات والناس تسهر أكتر، ونشوف بقى يعني الشعب المصري كله بيسعد زي ما بقول لكم، اللي بيحضر الحفلات واللي مش بيحضر الحفلات بيسمع ويتحدث عنها ويشوف، ونتناقل الفيديوهات دي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن بيبقى عندنا ضيوف كتير خلال فصل الصيف بنسعد بيهم طبعا، ودايما ينوروا مصر، ودايما مصر في الصيف ليها طعم مختلف. هسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعده نكمل باقي فقرات التاسعة، خليكم مستنيين. أهلا بحضراتكم من جديد. من فترة كده حوالي شهر ونص تقريبا برنامج التاسعة أعلننا فيه عن مسابقة كبيرة لاكتشاف المواهب الموجودة في بلدنا. الحقيقة المواهب يعني ما بتخلصش، غنى وشعر وقصة قصيرة، ويعني لقينا إقبال جماهيري كبير جدا وواضح على التقديم في المسابقة. كان المفترض إنه المسابقة دي تخلص امبارح، لكن الحقيقة إنه العدد كبير، وعلشان نقدر نستمتع بكل هذه المواهب ونديهم الحق في إنهم يعني موهبتهم تطلع للنور، وإنهم يعني يحققوا أحلامهم ويسمعوا صوتهم في التلفزيون المصري، فإحنا قررنا أننا نمد يعني مرحلة تلقي المواهب دي لحد آخر الشهر ده. فبادر وقدم وسجل أحلى ما عندك، أو ابعت لينا أحلى ما عندك، وإن شاء الله لجنة القائمة على الموضوع ده تديك الفرصة أن أنت يعني تظهر للناس وتحقق حلمك. خلينا نروح نشوف الفيديو ده عن فقرة نجوم التاسعة ونرجع بعد كده. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك، على قناة مصر الأولى. يمكن كمان في نجوم كتير مصريين، ويمكن بنشوف أعمار صغيرة ما شاء الله شابة على أنها تكون موهبة، موهوبة كل الموهبة الكبيرة دي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنتابعهم وبنسعد بيهم. والحقيقة أنه تبعت لنا أصوات كتير حلوة، وأعتقد أن المنافسة هتكون قوية، وهتكون يعني منافسة مش سهلة أبدا. علشان كده بنقول كل اللي عايز يقدم يلحق يقدم، واللي قدم حاجة وحس أنه عنده أحسن يقدم تاني. إن شاء الله نعرض لحضراتكم يعني جزء كبير من هذه المواهب، اللي إن شاء الله أصحابها يسعدوا بوجودهم في برنامج التاسعة وعلى شاشة التلفزيون المصري، اللي هيفضل بيت دايما لكل الموهوبين. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، وشاب مصري اسمه كريم فريد احتفلت بيه شركة أبل العالمية. وكريم عمل صورة كده، صورة دقيقة الحقيقة، ويعني صعبة شوية على حد عادي. أعتقد إن هو يعني هو بروفيشنال في الموضوع ده، مش يعني أول مرة يصور ولا حاجة، يعني هنعرف من كريم من التفاصيل. خلينا نسمع منه وصورة بنعرضها لحضراتكم دلوقتي. كريم فريد، مساء الخير عليك، وإيه اللي حصل؟ إيه كواليس الصورة؟ وإيه التكنولوجيا اللي أنت استخدمتها؟ هل ده تليفون عادي أنت استخدمته عشان تصور الصورة دي؟ أصل الصورة شكلها دقيق شوية على إنها تبقى بتليفون. أيوه، هي بتليفون بتاع أبل، أيفون 13. الكواليس بقى وكده. لو تشرح لنا ازاي تصور الصورة زي دي بتليفون، عشان كلنا معانا تليفونات بس ما بنعرفش نصور حلو كده يا كريم. ما هو برضو مش اي حد الصراحة. يعني انت اصلا الصور عن التصوير والصور هواية، ولا انت دارس الموضوع، ولا ايه؟ فهمت. لا، انا التصوير عندي هواية من 2016. انا كنت جايب الموبايل ده، وكنت عاوز اجرب الاوبشن الجديد بتاعهم اللي هو الزومي جامد، اللي هو قريب قوي. فصورتها وكده وبعدين نزلتها. وايه اللي حصل بعد ما نزلتها بقى؟ ازاي وصلت لشركه ابل انها تحتفل بيك، وايه اللي حصل؟ هم عاملين هاشتاج بتاعهم يعني اسمه شوت اون ايفون، للناس اللي معاها ايفون
يستخدموه عشان يعني يبقى كل جماعه هاشتاج واحد على انستغرام وكده. بعدها بمده لقيت ايميل من شركه ابل دخل يكلمني وكده، كنت فاكر بيك في الاول اساسا يعني اكيد ده مش حقيقي، ده هاكر اكيد اللي هو دي مش هم اللي بيبعتوا لي. بالظبط. لقيت اللي بيبعت لي مصمم قوي ياخد الصور وكده، فقلت خلاص انا مش خسران حاجه يعني، اتاكدت ان هم دول بجد. فلما بعت لهم بعدها باسبوعين تقريبا جالي منشن من شركه ابل على انستغرام، وحاطين الاهليه لوكيشن وكده، فاعتقد ده اللي عمل الضجه يعني. انت حسيت بايه اول ما حصل انه عاملين لك منشن، ابل عاملين لك منشن على انستغرام؟ اندهشت شويه بصراحه وما كنتش مصدق، بس يعني كنت عامل حسابي. لا وشكلك واثق من نفسك برضو يا كريم. الحمد لله. طيب التفاعل على السوشيال ميديا من الناس كان عامل ازاي؟ والله كان في ايجابي وسلبي، بس الحمد لله الايجابي كان اكتر بكتير بمراحل يعني، اكتر مما توقعت. الناس كانت بتسالك عن ايه؟ ازاي بتصور كده؟ اشمعنى الصوره دي؟ ايه الاسئله اللي الناس كانت بتوجهها لك؟ والله طبعا كان في دعم كتير من الناس الحمد لله، بس اكتر اسئله كانت جات لي اللي هو انت خدت كام من ابل وكده. انا كنت لسه اسالك نفس السؤال يا كريم، ايه الجائزه اللي ابل بتقدمها؟ والله ما خدت حاجه يا جماعه. يعني ما فيش تليفون كده، ما فيش لابتوب من ابل؟ بعتوا لي كرتونه بقى فيها الحاجات دي كلها. طب كويس قوي، انا اللي بعتها لك. لا انا بهزر. لا يا كريم احنا مبسوطين بيك ومبسوطين بموهبتك، واستمر وان شاء الله توصل لك كل الحاجات اللي انت عايزها وتوصل لكل احلامك. كريم فريد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لخبر الحقيقه مفرح جالنا كده واحنا على الهوا، انه نجوم منتخبنا الوطني لكره اليد فازوا على منتخب تونس في نصف نهائي كاس امم افريقيا 2022 الموجوده حاليا على ارض جمهوريه مصر العربيه. صعدوا بشكل رسمي لنهائي امم افريقيا لكره اليد، فازوا بنتيجه 29 مقابل 27 في المباراه اللي جمعت المنتخبين بصالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر. البطولة بتقام في مصر من 11 ل 18 يوليو الجاري، كده المصريين في النهائي وإن شاء الله يعني أمام كام بيردي أعتقد، وإن شاء الله نتمنى كل الفوز لمنتخبنا الوطني في كرة اليد، والحقيقة إن هم دايما بيسعدونا الحقيقة كل نجوم المنتخب الوطني بكرة اليد، يعني أداء بيكون قوي، وأعتقد إنهم كانوا متسيدين المباراة اليوم أمام المنتخب التونسي. بنبارك لهم ويعني بندعو الناس كمان على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تحتفل بيهم، لأنه تفاعلنا كجمهور بيفرق كتير جدا جدا مع اللعيبة، وبيحسوا بتشجيع وبيحسوا أنه عملوا حاجة، وده بيفرق معهم جدا، وده بنسمعه دايما من كل اللعيبة بعد ما تنتهي البطولة، وإن شاء الله هذه البطولة تكون مصرية. خبر مفرح، هنروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعده نكمل فقرة التاسعة. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما كنا بنتكلم في اول الحلقه النهارده عن القمه العربيه الامريكيه، قمه جده للامن والتنميه، والتوقيت الهام والتوقيت الحساس اللي بتتم فيه هذه القمه، وما يواجه العالم من ازمات متتاليه من ازمات غذاء وازمات طاقة، وما يحدث اليوم في قمة جدة وكل ما تم تناوله من قضايا على طاولة المفاوضات. خلينا نتحدث أكتر بالتفصيل مع دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك، نورنا في التسعة، ربنا يخليك. وعايزة أبدأ مع حضرتك بمسألة يمكن اللقاءات الثنائية والعربية اللي حصلت قبل قمة جدة في مصر، سواء في القاهرة أو في شرم الشيخ أو حتى زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العربية، يمكن كان ليها دور الأبرز في النهاردة وجود رؤية عربية واضحة وموحدة تجاه مختلف القضايا اللي بتواجهها الأمة العربية وأيضا العالم أجمع، زي ما كنا بنقول أزمات متتالية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو أيضا أزمة كورونا وما ترتب عليه من أزمات في مسألة الطاقة والغذاء وغيره.
هو طبعا استكمال لكلام حضرتك، هو بالفعل طبعا كان تحرك مصر وتحرك الدبلوماسية الرئاسية ودبلوماسية القمة في القاهرة كان من أكثر من حوالي شهر، حينما التقى سيادة الرئيس مع الرئيس اليمني، وبعدين التقى مع في القمة الثلاثية، وبعدين مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ثم وزير خارجية الإمارات، ثم الجولة الخليجية. فكان تحركات مصر في البداية هي تمهيد الأجواء وترتيبها لإحياء فكرة النظام الإقليمي العربي. وخليني أضع الأمور في نصابها، لأنه تحرك مصر تحرك كان مهم، وتحرك يعني تجاه الدول العربية. كانت القاهرة خلال الفترة الماضية هي نقطة ارتكاز للحركة العربية الإقليمية. ربما حضرتك هتقولي ليه كان تكثيف ده، لأنه طبعا ما كانش في قمة عربية. القمة العربية مؤجلة، والأشقاء في الجزائر مأجلينها إلى نوفمبر، ونتمنى بطبيعة الحال أنها تنعقد. فكان تحرك مصر المسؤول، باعتبار مصر هي أكبر دولة عربية طبعا، وكان لابد أن تتحرك مصر في كل هذه الاتجاهات. وتم يعني الاتفاق على أمرين، إن إحنا نروح القمة العربية الأمريكية برؤية أو مقاربة كبيرة في إطار المواقف العربية المسؤولة. فكرة الدفاع عن النظام الإقليمي العربي اللي مصر قادته والدبلوماسية الرئاسية قادته، بداية من فكرة التحالف الثلاثي اللي حضرتك ضم الأردن ومصر والعراق، ثم التحركات المصرية في مجمل القضايا العربية، سواء كان في ليبيا، سواء كان في القضية الفلسطينية، سواء كان في أمن الخليج. تأكيدات سيادة الرئيس دائما إن إحنا بنتكلم على إن الأمن القومي العربي المصري يعني يتمدد ويتماس مع الأمن القومي في الخليج. فبالتالي ذهبنا إلى هذه القمة برؤية عربية، خليني أقول وأنا متفائل إنها تبقى يعني الاتفاق حول الأسس والمرتكزات اللي حضرتك هتشتغلي معاها مع التحديات والمخاطر في الإقليم. البعض شايف إنه السعودية، تحرك السعودية تحرك مسؤول ومهم بطبيعة الحال، لكن هو ارتبط أيضا في تقديري بتحديات إقليمية ودولية. القضية لم تكن فقط التهديدات الإقليمية، ولكن شعور القادة العرب وشعور مصر واستشعار مصر باعتبارها أكبر دولة عربية أنا في تقديري الشخصي، هو من جعل النهاردة الأمور حضرتك شفتيها أمام الشاشات، إن إحنا بنتكلم على نظام إقليمي عربي. لم يكن هناك حديث عن نظام شرق أوسطي، لم يكن هناك حديث عن ترتيبات أمنية إقليمية شرق أوسطية. دكتور، اتضح بشكل كبير إنه مع الاستماع لكلمات القادة والرؤساء العرب كان هناك يعني نقاط مشتركة ونوع بالتأكيد. من التنسيق طبعا الواضح طبعا ملاحظة جداً مهمة جدا الكلمات. حضرتك بالفعل إن كان في قواسم مشتركة، يعني لو عملتي تحليل مضمون أو محتوى مضمون لكل الكلمات القادة العرب هتلاقي في قواسم مشتركة. صحيح. التأكيد على القضية الفلسطينية ده كان نقطة مهمة، وده كان ملف مهم قوي، يمكن سيادة الرئيس كان محدد قوي، وتتالت كلمات القادة العرب بما فيهم طبعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان برضو واضح في هذا السياق. صحيح. ثم اتكلمنا على التهديدات الإقليمية، اتكلمنا على الإرهاب، اتكلمنا على التطرف، ففي قواسم مشتركة. لكن خلينا أقول في كل سياق كل رئيس من الذين حضروا وجه لأولويات مهمة، يعني كان لازم إحنا نتكلم في مسألة الأمن المائي. صحيح. كان لازم نتكلم على حقوق مصر، كان لازم نطرح قضية الإرهاب والتطرف اللي إحنا يعني بذلنا فيها مجهودات كبيرة، دفعنا فيها ثمن غالي، وطبعا إيه الثمن كان غالي، فلازم تطرحي ده. مقاربات الدول العربية النهاردة نقلت رسالة إلى الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي جاي برؤية محددة، هذه الرؤية المحددة والمقاربة الأمريكية هو أنه لا يؤكد الشراكة فقط، يعني أنت حضرتك كل شوية بقى يومين بنتكلم أنه ما بيجددوا الشراكة في الإقليم وأنه بيسعوا إلى نظرة مختلفة للشرق الأوسط. في أولى زياراته الشرق الأوسطية الرئيس الأمريكي جو بايدن، هل احنا امام يعني صفحه جديده من العلاقات الامريكيه العربيه كما وصفها وزير الخارجيه السعودي، تتسم بمساله التعاون المشترك وليست املاءات؟ يعني خلينا اقول انه من المبكر ان نقول هذا. كل اللي حضرتك شفتيه النهارده دي اقوال، المهم ان تترجم الى افعال. وطبعا بطبيعه الحال الرئيس الامريكي وهو جريء في هذا ان يقول انه اخطا وادارته اخطات في عدم ادراك ان منطقه الشرق الاوسط منطقه مهمه، لان هم ما جاي يقدم الاستراتيجيه الامريكيه المؤقته اللي اعلنوها في مارس 2021 حطوا الاولويه كما تعلمي حضرتك لمنطقه جنوب شرق اسيا. صحيح. وحطوا منطقه اوروبا، كان في نوع من انواع الاستدارة عن الشرق بالظبط، وتركوا منطقه الشرق الاوسط.
اليوم في اعتراف، ربما حضرتك تقولي لي ما الاعتراف ده جاي نتيجه الحاجه الامريكيه، الازمه وامدادات الطاقه وما الى ذلك والغذاء، ويمكن طبعا الجانب المصري كان هناك حديث من ايام من المفاوضات الاوروبيه عن انه هيكون في تعاون مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع الدوله المصريه في مساله الامن الغذائي. صحيح فانت بتتكلمي بلغه جديده، لكن انا برضو عايز اضع الامور في نصابها. الولايات المتحده وهذه الاداره، يعني خليني اقول انه الاداره، خليني انظر في الزاويه الاخرى في امريكا، انه ردود الفعل الامريكيه على الزياره هتبدو في الفتره المقبله مع امرين. الامر الاول هو ماذا نريد من الاداره الامريكيه؟ نحن نريد اداره امريكيه تكون منصفه للحقوق العربيه. احنا صحيح ان هم اتكلموا في بيت لحم على فكره الدوله الفلسطينيه ومقاربه الدولتين وتاكيد الحقوق الانسانيه والمساعدات، لكن هو تحدث في اسرائيل عن امور خاصه بالمساعدات العسكريه ومنظومات الدفاع وما الى ذلك. في الخليج تحدث بلغه واقعيه. يعني خلينا اقول ان احنا داخلين مرحله في نمط العلاقات المصريه العربيه حضرتك قايمه على فكره الواقعيه السياسيه. صحيح. ومصالح مشتركه، ان ليكي مصالح وليا مصالح، نقرب في مساحات التلاقي. طبعا لازم تقفي قدام، ومن حق كل طرف انه يبحث عن مصالحه، يبحث عن مصالحه، ده حق مشروع، لكن بدون إذاء للطرف، بدون ان يحدث ضرر بالاطراف الاخرى. صحيح. عشان كده حضرتك وانت بتتكلمي على ايران، هو لم يتحدث، هو الرئيس الامريكي والاداره الامريكيه تتحدث على ان ايران خطر اكبر. الاشقاء في الامارات والاشقاء في السعوديه وفي سائر دول الخليج لم يتحدثوا بالصوره المباشره. السعوديه وفي المؤتمر الصحفي وزير الخارجيه قال فيما معناه ان احنا لسه في جولات ماضيه والامور ماشيه وفي وسطات عراقيه وما الى ذلك، ففي جزء من ده مرحل لده. الامارات اصدرت طبعا بيان رسمي قبل عقد القمه ان ايران ستعيد سفيرها وانها هيبقى في تعاملات، وبالتالي رفضت الفكره الامريكيه. لكن خلينا اقول اول اختبار حقيقي هيكون بعد أيام قليلة، هتشوفي هذه الإدارة صادقة أو لا، لأن المفاوضات النووية هتستأنف في قطر، وبالتالي هذه المفاوضات إذا نجحت في توقيع يعني مرحلة أولى لعملية الاتفاق، هنا هنقدر نحكم على الإدارة الأمريكية. توضح نوايا الإدارة الأمريكية، هل الإدارة جادة في كل ما ذكرته، ولا هي بس في موضوع إمدادات الطاقة بتتعامل معاها والمصالح الاقتصادية أولا. الحاجة الثانية هي أنه ما أعلن على فكرة الترتيبات الأمنية، موضوع حلف الناتو العربي وفكرة الشرق الأوسطية، وهي لم يكن يعني ما فيش اصلا حديث عن مساله نيتو عربي بالظبط، هي كان طبعا يعني ما يتردد، بس خلينا اقول ان الفكره قديمه مش جديده، لانها طرحت ايام الرئيس ترامب في فكره اللي هي النيتو العربي الشرق الاوسطي، وبعدين طرحت في تجمع اسمه تجمع ميسا كان تطوير للفكره، فهو بيعاد تدوير افكارها بصوره او باخرى. لكن الولايات المتحده لن تصيغ شكل او مقاربه لامن المنطقه. النهارده هنتكلم على الامن القومي العربي، ولا نتحدث عن الامن الشرق الاوسطي، نتحدث عن مواقف عربيه وليس مواقف دول شرق أوسطية. دي نقطة مهمة جدا. يعني النهاردة بالفعل التأكيد على فكرة القومية العربية الجديدة أو المعاصرة أو نظام الإقليم العربي، أعتقد ده شيء مهم جدا نتأكد عليه، لأنه طبعا مخاوف الناس كانت كل التعليقات أنه لا، في ترتيبات أمنية، في شيطنة إيران، في تهديدات للإقليم، كل ده وضع في سياقه اليوم. أنا أعتقد أنه العلاقات الأمريكية العربية بالفعل تحتاج إلى تصويب مسار. جرى في السعودية اليوم الخطوات الأولى، طبيعة الحال نحن متفائلين، لكن لازم تبقى في إجراءات بناء ثقة. هذه الإدارة الأمريكية عليها أن تتفهم مطالبنا، لدينا متطلبات عربية ولكل دولة عربية بالمناسبة، فبالتالي إذا لم تتفهم الإدارة الأمريكية هذا الأمر وتقصر على موضوع إمدادات الطاقة وأوبك بلس والسياسات النفطية، أنا أعتقد ستكون هناك مراجعة، ولن نعطي شيكا على بياض للإدارة الأمريكية. هذه المرحلة مرت، ولهذا كان الرئيس الامريكي صريح وجريء حضرتك لما قال ايه، انه احنا لا نريد ان يكون هناك فراغ في الاقليم، ان يكون هناك الصين، تكون روسيا، لا، الدول العربيه اليوم لديها امكانيات، لديها قدره على الحركه، لديها اوراق ضاغطه، فبالتالي اعتقد الاداره الامريكيه هتقيم امورها. لكن يعني خلينا نقول لا نريد ان نعطي الاداره الامريكيه أكثر مما تستحق. الإدارة الأمريكية فقدت مصداقيتها في مراحل معينة، هذه الإدارة السابقة والراهنة كما تعلمي، طبعا مش في الملف الفلسطيني، يعني أيضا في ملف العربي. كنت عايز أسأل حضرتك عن المقاربة ما بين قمة الأمريكية الإسلامية في 2017 بوجود الرئيس الأمريكي ترامب وقتها، والقمة اليوم بحضور الرئيس جو بايدن، ويمكن حضرتك كنت بتتكلم عن انه الاداره الامريكيه فقدت المصداقيه، ومش بس
هذه الإدارة لكن كمان الإدارة السابقة. ليه بقى؟ لأنه القضية النهاردة دلوقتي حضرتك مش خطوط طيران، الناس فاهمة أن أنا هفتح خطوط طيران فهعمل تطبيع وأعمل سلام وأعمل كذا، من المبكر أن نقول لهذا. كل دولة عربية من حقها أن تقيم عملية سلام، لا توجد مشكلة، لكن المشكلة الرئيسية في إيه؟ أنه لابد أن تكون هناك معطيات حاكمة للمواقف العربية تجاه هذه الإدارة. صحيح. أنت تتحدثي عن فكرة حل الدولتين، يجب أن يترجم هذا الكلام إلى واقع، يعني هذا الرئيس الأمريكي اللي جاي بيتكلم على امداد طاقة لابد أن يحدد آلية لاستئناف المفاوضات. صحيح. والاتصالات. ربما حضرتك هتقولي لي لا ده في حكومة مؤقتة في إسرائيل ويائير لبيد رئيس وزراء مؤقت وما إلى ذلك، لكن هذكر حضرتك هم سموا الإعلان إعلان القدس، ما سموش إعلان تل أبيب، يعني هو في اعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل. صحيح. في أمور شكلية لكن لها أبعاد خطيرة في التعامل مع الإدارة الأمريكية. هو جاي يقول لإسرائيل أنا بتعهد بأنه إيران لن تكون دولة نووية. يا سيدي، إيران وصلت لمرحلة العتبة النووية، وبالتالي لا يوجد ما يؤكد ان احنا النهارده هنشيطن ايران ونصفها بالبعد الشيطاني في العلاقه في العلاقات الدوليه. اليوم نحن نبحث عن مصالحنا، وبالتالي موضوع ان تهديدات اقليميه يجب ان نحددها، وهذه التحديات مرتبطه بايه حضرتك؟ مرتبطه باذا وصل الامريكان والايرانيين لاتفاق نووي. هنا هتبقى مشكله. الدول العربيه اللي حضرتك شفتيها النهارده في السعوديه لم تشارك في مفاوضات نوويه، ولم يكن لها دور، ولم يتم الاستجابه لمتطلباتها. إذن كيف اليوم تريد ان تدخل الدول العربيه في مواجهه ايران وتبني حلفا او تبني تجمعا؟ بالتالي الدول العربيه النهارده من الذكاء حطت الكره في ملعب الاداره الامريكيه. صحيح. وستضعه في اختبار، يعني المده بتاعت اوبك بلس دي مده الشهرين حضرتك هتبقى محل اختبار في هذا السياق. وبالحديث عن الطاقة النووية والسلاح النووي، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق لده في المقاربة الشاملة في محور من المحاور. زي حضرتك شفت المقاربة اللي قدمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي زي ما كنا بنتكلم تحدث فيها عن كل شيء، ويمكن تحدث فيها بلسان العرب ككل وحتى بلسان الأفريقي عندما تحدث عن أولا القضية الفلسطينية كما سماها، وهي قضية العرب الأولى، والأمن الغذائي والطاقة، ودعا الدول للتعاون لحل هذه الأزمات، مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. ووجه كلامه هنا يعني المؤسسات والدول الداعمة لهذه المؤسسات والميليشيات الإرهابية، وأيضا الحديث عن بناء المجتمعات من الداخل. يمكن مقاربة كانت واضحة وصريحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طرحت اليوم في قمة جدة. يعني خلينا أقول أنه يمكن، وده يمكن شهادتنا هتبقى مجروحة، لكن لازم نقول ده، أنه كلمة السيد الرئيس كانت كلمة منضبطة بصورة مباشرة. كل كلمة لو ملالها تحليل مضمون هي بسياقها وفي إطارها. حتى الخمس مبادئ الرئيسة لخريطة الطريق لمواجهة التحديات والمخاطر كانت مصنفة بتصنيف مباشر وخطة عمل وخريطة طريق واضحة. صحيح. السيد الرئيس انتقل من الحديث عن الداخل، وفي طبعا قضايا مرتبطة بالأمن المائي كما أشرت والحفاظ على حقوق الدول، ودي جزء خاص بينا كمصر، لكن هو اتكلم على بناء المجتمعات العربية، بنتكلم على مواجهة الإرهاب، التطرف، حق في الإنسانية، حق الإنسان، حق السلام، حق إيه؟ أن أنت تصلي إلى السلام والاستقرار. لكن هو يريد أن يذكر الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة أنه عدم التدخل في شؤون الدول، القضية مش قيم إحنا بنتبناها وهم بيتبنوها، دي أمور نسبية يعني بالمناسبة، لكن أنت بتتكلمي بمقاربة مصرية وعربية وإقليمية. الجزء الدولي هو كان مرتبط بالأزمات التي تواجه العالم، ويمكن سيادة الرئيس كان واضح في هذه النقطة، هو بيتكلم اتفق معاه جلالة الملك عبد الله الثاني في بعض النقاط بالمناسبة في هذه النقطة. تركيزه على القضية الفلسطينية كان مهم جدا، لأنه في غياب الرئيس محمود عباس دائما وفي غياب الفلسطينيين دائما ما يذكر الرئيس العالم، ودي مش أول مرة على فكرة في كلمات الجمعية العامة وفي المؤتمرات الدولية الحديث. صحيح. باسم الأشقاء الفلسطينيين. صحيح أن أبو مازن التقى مع الرئيس جو بايدن في بيت لحم، لكن النهاردة وهو في جدة بيتكلم السيد الرئيس على في قمة يتابعها العالم كله ويتابعها بالتأكيد طبعا وسائل الإعلام. بالتأكيد طبعا. وفكرة حل الدولتين وتصميم مصر عليها أمر مهم، موضوع مواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية، وإنه العبارة اللي حضرتك أشرت إليها من شوية اللي إنه الأمن القومي جزء لا يتجزأ، جزء منه بمعنى إيه؟ إنه مش حضرتك تفسريه وأنا أفسره، في أمن قومي اللي هو مرتبط بالأمن القومي العربي، مرتكزات السياسة الخارجية المصرية بتقوم. صحيح. على هذا، فحتى خطة المسار الخمس نقاط الرئيسية الخاصة بمواجهة التحديات والمخاطر، الإرهاب والتطرف، سيادة الرئيس وقف أمامه مرتين وهو بيتكلم
أنا أعتقد والكاميرا جايبة وش الرئيس جو بايدن إنه هو عايز يقول إحنا ربما نختلف أو نتفق، لكن في النهاية مصر صاحبة تجربة في هذا الأمر، لازم نذكر العالم بهذا. صحيح. إن مصر بالفعل واجهت إرهاب سنوات طويلة وقدرت بمفردة الحمد لله إنها تنجز هذا، وده بفضل أجهزة الدولة ومؤسساتها، الدولة المصرية الكبيرة الراسخة مؤسساتها، فبالتالي إحنا بننقل الصورة دي. الحاجة المهمة أيضا اللي جت في سياق الكلام هو التأكيد على حقوق المجتمعات والدول في الحياة. صحيح. إن أنت مش بتكلمي على إن أنت بتكلمي على حروب ونزاعات، حق حرية العقيدة بالضبط. فكل ده أمور أنا أعتقد أنها كتاب عمل جيد وصالح، وطبعا في قواسم القادة العرب الآخرين ربما أشاروا لبعض النقاط، لكن بعض الكلمات كانت مباشرة، يعني الرسائل للسيادة الرئيس النهاردة كانت واضحة جدا. وأنا لاحظت حاجتين تبدو ملاحظة شكلية، أن وزير الخارجية بلينكن كان بيكتب بعض النقاط ورا السيد الرئيس. صحيح. فدي برضو مؤشر أنه هو يريد أن ينقل رسالة إلى بعض النقاط المهمة، وأنا أعتقد أنه كانت الكلمة موفقة ومنضبطة يعني صورة كبيرة. تحدث أيضا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمر هام جدا، ويمكن كمان مصر بتستضيف القمة المناخية القادمة في نوفمبر القادم في شرم الشيخ، ومسؤولية يعني الدول الصناعية الكبرى دول العشرين، ويعني ضرورة أنها تتحمل مسؤولية التغيرات المناخية اللي بتعاني منها بشكل كبير الدول النامية. إحنا بنتكلم على ملفين، أمن الطاقة والتغيرات المناخيه. استضافتنا ان شاء الله في قمه الشارمه مرتبط طبعا بالمناخ، والدوله يعني باذله مجهود كبير جدا، وفي صحيح. لجنه على مستوى عالي جدا وضم خبراء من كافه القطاعات. البيان الختامي اكد على استضافه مصر ثم النسخه الثانيه الامارات في السنه التاليه، لكن البيان الختامي اكد على دور مصر في هذا الاطار. احنا بنتكلم حضرتك ربما على مجالات جديده الدوله المصريه بتتبناها، فكره الامن السبراني، بنتكلم على امن الطاقه، بنتكلم على الهيدروجين الاخضر، بنتكلم على الاقتصاد الازرق، بنتكلم على امور جديده النهارده مرتبطه بتسويق مبادئ ومرتكزات جديده للسياسه الخارجيه المصريه. صحيح. يعني انت بتكلمي بلغه العالم دلوقتي. إذا كنا هنستضيف نسخة لهذا المؤتمر مهم، بس خلي بال حضرتك في نقطة مهمة، إحنا في جلاسكو في المؤتمر اللي فات في النسخة اللي فاتت كان كلمة السيد الرئيس اللي وقف فيها قدام حاجتين، قال إن الدول اللي هي تسببت في انبعاثات الحرارية وفاقت النسب المكررة وخلفت بعض مبادئ باريس عليها أن تراجع نفسها، وفي فكرة التعويضات اللي طرحت على لسان السيد الرئيس في القمة الماضية. النهاردة احنا بنحمل العالم مسؤوليته في ده، احنا بطبيعة الحال بنبذل كمصر مجهود كبير جدا في ان شاء الله في نجاح النسخة الجديدة من مؤتمر المناخ، لكن خلي بال حضرتك موضوع امن الطاقة شاغل مصر في مستويات متعددة، وان شاء الله ربنا يعني يكلل جهود الناس بكل خير. طيب عايز اروح كمان مع حضرتك لملف اخر تم طرحه، وهي مسألة بناء المجتمعات، ويمكن احنا في مصر هنا شفنا جهود كبيره تمت، لو احنا بنتكلم على تمكين المراه وده ظهر في كل المؤسسات، لو بنتكلم عن تمكين الشباب ومنتديات الشباب اللي تمت خلال السنين اللي فاتت، ووصول الشباب لمناصب يمكن ما كناش بنشوف فيها هذه الاعمار، ومساله حريه العقيده وقيام المؤسسات الدينيه بدورها في مسألة يعني تثقيف الناس بده وبضرورة وجود ده، ومسألة الحديث المستمر عن حقوق الإنسان من وجهة نظر كل دولة وما يناسبها وما يعني يتسق مع الهوية. هو ده طبعا طرح في إطار حضرتك تبني المفاهيم الدولية. هو طبعا الحقوق الإنسان هي ليست حقوق سياسية كما تعلمي فقط، هي حقوق متعددة، حق المأكل والملبس وفرص تمكين الشباب والمرأة. إحنا قطعنا شوط كبير، خلي بال حضرتك أنا تملي أقول عبارة مهمة قوي، إحنا مش محتاجين شهادات حسن سير وسلوك من المجتمع الدولي لكي نقول في هذا. فكرة تمكين المرأة، فكرة استحداث منتديات الشباب ومؤتمرات الشباب، دي كانت مرحلة مهمة جدا قطعت فيها الدولة المصرية صورة مشرفة للغاية. موضوع التمكين مش فقط في المناصب السياسية أو في المناصب الوزارية، لكن أنت بتعملي إعداد للشباب جيد، بتعمليه وفق للتجربة المصرية. يعني صحيح ان انت حضرتك بتاخدي خبرات دوليه، لكن لما انت عملتي مؤتمرات الشباب الدوليه واللي حضرها شباب من كل دول العالم بتقدمي صوره مصر الجديده. مصر الجديده اللي هي النهارده بتتكلمي في دوله عصريه بتقدر تدي فرص لكل شرائح المجتمع المصري. الاشكاليه الرئيسيه، هل احنا محتاجين ده عشان نقنع العالم ان احنا بنعمل ده بهدف ان احنا ندي تمكين للمرأة؟ لا، لانه احنا بنتحرك وفق خصوصيه التجربه المصريه. صحيح. زي ما قلت لحضرتك النهارده انت بتتبني
دوائر جديده في السياسه الخارجيه المصريه. انت رحتي عملتي في فتره حكم الرئيس السيسي دوائر جديده للسياسه الخارجيه المصريه في الشرق المتوسط، ما كناش نسمع على الشرق المتوسط. صحيح. اما رحتي عملتي الصداره شرقا ناحيه اسيا، كل دي دوائر جديده للحركه، نوع من انواع التوازن الاستراتيجي طبعًا اللي بيتسم طبعًا بالحياد الايجابي يعني والانفتاح على الجميع. يعني خلينا اقول ان فكره عقيده الرئيس السيسي ان صح تعبيري العقيده السياسيه النهارده بتتفق مع امرين، التطورات الجاريه في المجتمع الدولي وانت حضرتك بتتحركي في هذا الاطار وعندك قدرات وامكانيات كبيره جدا، حضرتك بتشيري بالشباب النهارده بالتاكيد الاشاده بالشباب نتيجه للاعداد الجيد اللي تم ليه، النهارده بتلاقي معاونين بتلاقي مساعدين وزراء بتلاقي في مناصب اعضاء مجلس النواب النهارده مجلس الشيوخ، كل ده في اطار تمكين هذه الشرائح لتولي مواقعها بهذه الصورة الجيدة اللي انت تقدر تبني عليها دولة عصرية. فالنهاردة انت مش بتتكلمي فقط على مجالات جديدة في السياسة الخارجية طاقة، وبتتكلمي على أمن السبراني، وبتتكلمي على التعاملات الدولية والتكنولوجية، بتتكلمي أيضا على بناء الإنسان، وبناء الإنسان هو الأهم أنا في تقديري، المكون البشري حضرتك أثمن ما لديك. صحيح. أثمن ما لديك، لأنه لا حديث عن التنمية المستدامة أو إصلاح أو بالزبط. أي شيء بالزبط. لو ما كانش فيه بناء بالزبط. جيد للمجتمع وإعداد جيد وتنشئة. صحيح. جيدة وأسس ومرتكزات يبنى عليها هذا الإنسان لكي يتولى موقعه طبعا وفق إيه هذه المنظومة المتكاملة. صحيح. طيب يعني عايز دلوقتي يعني أتكلم مع حضرتك عن مسألة الأطروحات العربية اللي تمت النهاردة في قمة جدة، و يعني النتائج بقى اللي احنا مستنيينها من هذه القمة بعد انتهاء هذه القمة. أنا في تقديري أن مواقف الدول الخليجية هيبقى مرتبط بحاجتين، رد فعل السياسة الأمريكية على ما سيجري، لأنه طبعا النهاردة كانت هناك مطالب مباشرة من قبل الإدارة الأمريكية في مسألة الطاقة، في موضوع الطاقة وده ده الملف الرئيسي الطاقة. لكن موضوع بقى إيران والتهديدات الإقليمية وترتيبات أمنية هتاخد بعض الوقت، ربما أنا في تقديري عدة أشهر، فمش هتقدري تحكمي عليها. لكن الأهم بالنسبة لنا إحنا كدول عربية والخليج تحديدا أنه وضع الأمور في نصابها الطبيعي، ولم يعطي للرئيس الأمريكي شيكا على بياض وأكرر في ملف الطاقة وملفات أخرى. موضوع إيران ده ملف مؤجل، لأنه إذا وصل الإيرانيين مع الأمريكان لاتفاق نووي إذا نقطة من أول السطر، هتبقى في مراجعة كاملة للعلاقات الخليجية الأمريكية، وأنا أعتقد أنه الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لديهم الرؤية البديلة، الرؤية البديلة ليست الاتجاه إلى أطراف أخرى روسيا أو الصين، لأن الشراكة الأمريكية الخليجية أو العربية شراكة ممتدة لسنوات طويلة أكثر من 80 عام، فبتتكلمي حضرتك في منظومة للعلاقات. وطبعا في متغيرات في الإقليم ربما الناس ما تبصش إليها، النهاردة السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية بتعيد تأهيل دول الخليج وحطتها مع القوى المركزية الأمريكية في مهام واحدة، فالنهاردة الناس ما تتخضش. ويمكن ده دكتور طارق نوع من أنواع الإدراك حصل يعني للتغيرات اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط، وإحنا كنا بنتكلم عن يعني كمان خصوصا بعد ثورة 30 من يونيو وما طرأ من تغيرات داخلية وتوازنات واستراتيجيات يعني مصرية عربية وما نشهده اليوم من توحيد للرؤى. يعني خلينا أقول إحنا تملي كمصر بندي النموذج في الإقليم، لأنه أنت عندك استقرار سياسي وأمني واقتصادي وعبرتي بكثير من المراحل الصعبة، وبالتالي دول الخليج وهي تنظر ليك بتنظر لك نظرة الأخ الكبير، يعني بصرف النظر عن ما جرى في السعودية، لكن في النهاية تبقى مصر مصر. النهاردة مصر هي نقطة الاستقرار المهمة في الإقليم. النهاردة لما يتكلم الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية على دور مصر في القضايا الإقليمية، مش في الملف الليبي أو الفلسطيني فقط، لأن هم يدركوا مع من يتعاملون. إحنا أصحاب تجربة مع سلام مع إسرائيل لسنوات طويلة، استقرت بصرف النظر عن التباينات في بعض الرؤى، لكن في النهاية أنت أمام دولة مستقرة بتنعم بكل مقومات الاستقرار في الإقليم، في حين أنت أمام إقليم مضطرب بكل ما فيه، وبالتالي وأنت يعني لابد أن تنظري حضرتك وأنت بتقيمي إلى الإقليم بكل ما فيه. في مهددات إقليمية في إيران، في حالة من إسرائيل، لكن لما النهاردة سيادة الرئيس يتكلم على منع انتشار الأسلحة النووية هو يقصد إسرائيل. صحيح. حينما يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك التزام بمعاهدة الـ NPT، معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأن تبقى الدول مسؤولة وتبقى في مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل دون أن يسمي باسم إسرائيل، المعني هنا إسرائيل، وبطبيعة الحال إيران وكل القوى العابسة بأمن الإقليم. اللغة الراقية قوي اللي النهاردة كانت في كلمة مصر كانت مهمة.
انها تتقال بهذه الصوره وتتقال ان احنا بنبحث عن استقرار الاقليم بصوره واضحه وان احنا عايزين اقليم مستقر. الاطراف العابسه بقى من الاقليم مش بالمناسبه مش اسرائيل وايران بس، ما انت عندي امامك تركيا وامامك اثيوبيا في الجنوب، في تطورات كتيره في هذا الاطار. صحيح. مصر دوله قويه، دوله مركزيه ولديها امكانيات وقدرات. النهارده دول الخليج وحضور السيد الرئيس وفق طبعا التطورات الاخيره طبعا كان ادى زخم كبير للمشاركه العربيه الامريكيه. صحيح، وجود مصري فاعل طبعاً 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 فاعل ومؤثر وواضح ويزن المعدة العربية. صحيح. العرب بدون مصر، تبقى مصر أنا في تقدير مصر طبعاً بالضبط وضابط إيقاع للاستقرار في الإقليم بأكمله يعني. صحيح دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، بشكر حضرتك شكراً جزيلاً على وجودك معنا النهاردة. شكراً لحضرتك. مشاهدينا سيب حضرتكم مع فاصل ونرجع بعده نكمل التاسعة، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. هنتكلم معاكم دلوقتي عن فريق بحثي موجود في جامعه العلوم، في كليه العلوم في جامعه اسكندريه، بيعملوا ابحاث ليها علاقه بعلاج السرطان. ويمكن لما بنسمع كلنا سرطان كلنا بننصت بطريقه كبيره، لانه دايما عندنا امل انه يكون في علاج قطعي لهذا المرض الخبيث. خلينا نرحب بضيوف اللي منورنا في الاستوديو النهارده، الدكتور احمد سمير سلطان استاذ الكيمياء الحيويه والبيولوجيا الجزيئيه، اهلا بحضرتك يا دكتور منورنا. وايضا دكتورة اميره فياله اللي تم اختيارها ضمن اول 40 عالم في سنه 2022 عن ابحاثك مع الفريق البحثي. أبدأ مع حضرتك يا دكتور أحمد وتحكي لنا أكتر عن هذا الفريق البحثي في كلية العلوم جامعة اسكندرية، وإيه هي طبيعة الأبحاث اللي بتعملوها لعلاج السرطان؟ هي الفكرة جات إن أنا كنت في أمريكا بدرس لفترة طويلة جدا أكتر من 10 سنين، وابتديت أرجع مصر، ابتديت أفكر إن أنقل أبحاثي اللي هناك أنقلها لمصر وابتدي أكون نفس الفريق البحثي، لأن مصر فيها علماء كتير جدا وفي ناس خامة كويسة جدا، انت لو وفرت لهم المجال ممكن ان احنا نوصل لحاجات كويسة. فده اللي خلاني رجعت في 2010 وابتدينا ان احنا نعمل الفريق بتاعنا ونعمل معمل مجهز بامكانيات كويسة جدا، وابتديت اختار الطلبة المتميزة وكان منهم الدكتورة أميرة وبعض زمايلها وابتدينا بيهم ابحاثنا وهذا الكلام. طبعا عملنا لينك وعملنا زي شراكة ما بيننا وما بين الجامعات الأمريكية بحيث ان هم يبقى في سبورت لنا عشان ننقل التكنولوجي من هناك لغايه هنا ونبتدي نعمل ابحاثنا وننشر ونعمل شغلنا من مصر. وفعلا نجحنا في ان احنا خدنا جوائز، منها جائزه الدوله ومنها جائزه جامعه التميز لجامعه اسكندريه في 2021 وجائزه بتاعت الدكتوره اميره، وعندنا تيم كبير برضو خد جوائز دوليه في امريكا وفي غيرها. فمن هنا ابتدينا ان احنا حسينا ان احنا حطينا ايدينا على الطريق المظبوط بحيث ان احنا ناجحين في ان احنا نختار الطالب المصري الناجح، نوفر له الامكانيات، نديله الفرصه ان هو يفكر ويبتكر، ده اكيد بيوصله للعالميه بسهوله جدا. صحيح، ومساله اشراك الطلبه في هذا البروتوكول شيء غايه في الاهميه، لانه بتنقل لهم كمان خبرات سنين زي ما حضرتك كنت بتقول، وخبرات وشراكات دوليه داخل الجامعات المصريه. وعايزه اسال حضرتك عن التكنولوجيا اللي حضرتك كنت بتتكلم انه يتم نقلها، هل هي تكنولوجيا ايه؟ هي تكنولوجيا علاج جديد يعني للسرطان، علاج بالجينات ليس هو العلاج يعني متعارف عليه بالكيماوي والاشعاع وما الى ذلك؟ هو طبعا حضرتك عارفه ان العلاج الكيماوي الاشعاعي بيؤدي لوفاه المريض بصوره يعني مش كل المرضى بتستجيب، لان جهاز المناعه بيتدمر في فتره زمنيه. صحيح. صغيره. فكل اللي احنا بنعمله يعني مؤذيه، فكل اللي احنا بنعمله عملنا بعض التكنولوجي مع التيم الامريكي، واللي انا شرفت ان انا اكون الليدر له في ان احنا قدرنا نعمل تكنولوجي جديده، ان المريض بتاع الكانسر اما يتاخد منه العينه اللي هي بتقول من الورم نفسه، اقدر اخدها وازرعها في المعمل عندي وحولها لخلايا مستديمه معايا، اقدر اجرب عليها كل العلاجات والادويه قبل ما اجربها على المريض نفسه. فبالتالي اول ما تجيب نتيجه كويسه خلال اسبوع او 10 ايام ابتدي احط البروتوكول بالجرعات المظبوطه وبنوع الدواء المظبوط وابتدي اعالج بيه المريض بتاعي بدون اعراض جانبيه كبيره. الحاجه الثانيه، العلاجات اللي احنا بنستخدمها بتقلل من الجرعات بتاعه الكيماوي اللي بياخدها المريض، فبدل ما اكون بدي جرعه 100% بدي له عشر الجرعه اللي انا بديها، لان بيبقى عامل محفز. ودي طبعا بتشتغل بالخلايا الجذعيه السرطانيه، وبيشتغل عن طريق النانو تكنولوجي وعن طريق تكنولوجي جديده اسمها CRC تكنولوجي، قدرنا ان احنا نعمل لها ديفلوب في امريكا واتنقلت عندي في اللاب في كليه العلوم جامعه اسكندريه، وشغلنا عليها الطلبه ونشرنا عليها ابحاث.
وخدنا بيها جوائز. فدي برضو انا شايف ان دي بتبقى يعني انطلاقه، ان زي ما بقول لحضرتك الطالب او الريسيرشر المصري مش ناقصه اي حاجه غير ان انت تديله حريه الفكر، توري له الطريق المظبوط، مش موجود مش عمليه بس امكانيات ومعامل واجهزه، لا الفكر نفسه يتغير، وتديله السابورت والثقه في نفسه بيقدر يوصل اللي هو عايزه، والعالميه زي ما قلت لحضرتك انه تايم. صحيح يا دكتور. ودي يمكن كان فكره من الافكار اللي خلتني افكر ان انا اتقدم لعماده الكليه السنه دي، على اساس ان الفكر ده ما يكونش عندي بس في اللاب عندي، لا ده انا اخليه ينتقل بقى للكليه كلها وممكن الجامعه كلها، فيبقى الفايده مش بس للريسيرش تيم بتاعي اللي هو احنا مخلصين اكتر من 120 رساله ماجستير ودكتوراه، والتيم بتاعنا دلوقتي حاجه 40 باحث، فاحنا نخلي العمليه توسع بصوره اكبر، وبالتالي دي هيبقى مجاله افضل يعني. بكل تاكيد وهيفيد الناس بشكل كبير جدا يا دكتور احمد. خلينا نروح لدكتور اميره، طبعا ببارك لك على ده وحن، وبنسعد بالمراه المصريه كمان، وخليني كده يعني انحاز طبعا للمراه المصريه والجوائز اللي بتحققها المراه المصريه في كل المجالات. طبعا يعني انت بتشتغلي ضمن فريق بحثي كامل، عايز اسالك ازاي تم اختيارك وكواليس الاختيار ده والبحث اللي كنت شغاله عليه؟ كواليس الاختيار، عايزه اقول لحضرتك الاول اعرفك على نبذه كده عن الجمعيه الامريكيه للكلينيكال باثولوجي ASCP. ASCP دي احد المنظمات العالميه ان هي بيرشح فيها سنويا لعلماء جائزه نوبل. احنا مش بس ممبر، او انا مش ممبر بس في ASCP، انا كمان ممبر في ESR، كانت ممبر فيها قبل ما اوصل ASCP. دي برضو لو ASCP السنه دي بتحتفل بالمئويه ان هي 100 سنه على انشائها، ده ESR كمان اللي هي الجمعيه الامريكيه لابحاث السرطان بتحتفل ب 115 سنه على تاسيسها. الجمعيتين دول من الناس التوب اللي هي بتاهل او بترشح علماء نوبل. لما نيجي نقول لحضرتك الجمعيات دي بتختار ناس فوري اند فوري 40 شخص في سنويا تحت سن ال 40 عشان تاهلهم بس تبقى علماء، هي شايفه فيهم كده ان هم علماء قاده المستقبل، مش بس بتاهلهم علماء المستقبل، لا دي بتديهم قاعدات قادة لعلماء المستقبل. هنيجي نقول لك ان هي كريتيريا كتير جدا، ودي اكيد استاذنا دكتور احمد لعب علينا فيها من زمان، ان ازاي ناهل نفسنا ان انا اكون ليدر. يكون عندكم المواصفات ومعايير، المواصفات والمعايير يعني فور اكزامبل، احنا مش بس بنلعب، مش بيلعب بنلعب على ان احنا تبقى ابحاثنا يونيك زي ما حضرتك اشرت. موضوع البحث ايه دكتور اميره اللي تم اختيارك علشان؟ مش موضوع بحث، دي موضوع قياده، احنا اوريدي بننشر فيهم سنويا ابحاث كتير برضو على الجينوثيرابي، مش موضوع بعينه. دي بالنسبه لهم، بالنسبه لي ليهم دي ثالث جايزه اسمي اتحط عليهم. فعندنا في الجمعيه دي احنا شغالين باي دي مش باسم يعني اي دي. فلما انضميت ليهم ممبر سنه 2018، سنه 2019 خدت اسمي حط على جايزه افضل بحث انترناشونال، سنه 2020 خدت برده جايزه اكسلنت مانجمنت، والجايزه دي اكسلنت مانجمنت ممبر بتاخد واحد على مستوى العالم في السنه دي. سنه 2021 برده الاي دي بتاعي نور برده كده عندهم، ان انا وصلت للبرو لايبون اللي هو افضل بحث انترناشونال، كنا 5 على مستوى العالم، 2 بريطانيين 2 المانيين او 2 بريطانيين مش فاكره، لا 2 بريطانيين وواحد الماني وواحده مصريه ومش فاكره الثالث الخامس مين. ودي كنا 5 سنه اللي فاتت على مستوى العالم برضو ان احنا وصلنا للفايناليست. فدي برضو الاي دي بتاعي نور عندهم، فبناء عليه السنه دي بداوا ان هم يتواصلوا بقى مع استاذي اللي هو انا. بمناسبه عايزه اقول لحضرتك احنا مش منفعش ان احنا نقدم في دي، يعني انت مش ابلكيشن، دي ترشيح، ان العلماء بيبداوا ان هو الممبر بتوعهم اللي هو تحت 40 مين دوره القاده السنه دي. فكنت شرفت ان انا مش عايزه اقول لك ان مصريه، لا ده شرق الاوسط والوطن العربي ما فيش حد غيري، فده شرف كتير جدا 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 يعني شابو لاستاذنا يعني. طيب ارجع مع حضرتك يا دكتور احمد، وعايزه اسال حضرتك، هل يعني عندنا انواع مختلفه من السرطان، هل ثبت مثلا انه في انواع ما بتستجيب اكتر لهذا النوع من العلاج زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن السي ار سي ولا لا؟ هو حضرتك لازم نعرف حاجه، ان في انواع السرطانات انواع مختلفه، وفي منها انواع اللي هو بيقاوم العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي. فاكتشفنا في 2013 و12 من عندنا من لاب ومن معامل دوليه ان الخلايا اللي لا تستجيب لهذه العلاجات هي خلايا بيسموها الخلايا الستيم سيل او كانسر ستيم سيل، الخلايا اللي هي بتقاوم المرض. فانت حضرتك بتيجي العلاجات، اما تيجي تشيل الورم حضرتك حتى بالاوبريشنز
بيحصل ان الورم بيرجع تاني. ليه؟ لان الخلايا دي ما بتموتش وكمان ممكن تهرب اثناء العمليه. فاحنا كل التكنولوجي اللي احنا عاملينها ان احنا ازاي فايت وازاي نحارب نوع من الخلايا دي. فطبعا الاستجابه بتختلف من شخص لشخص، ولكن الدخول يعني أو استخدام التكنولوجي دي حتى في حالات الجراحه زي ما بيتم بعدها استخدام يعني العلاج الاشعاعي والعلاج الكيماوي، احنا هنا بنستبدلها بها دي. احنا القصه حضرتك يعني ببساطه جدا، ودي خدنا عليها جائزه في 2017 على مستوى افريقيا وعلى مستوى امريكا كمان. كان الاثنين كانت الفكره ان احنا فصلنا هذا النوع من الخلايا الخبيثه جدا اللي هي اللي بتقاوم العلاج الكيماوي الاشعاعي، وعملنا تغيير جيني لها ورجعناها في الورم مره ثانيه. فالورم ابتدى يحصل له ان هو يتقلص في الحجم ويصغر جدا، بحيث ان الجراح حتى اما يجي يتدخل ويجي يفتح فتحه كبيره هيفتح فتحة صغيرة جدا، ونسبة ان يحصل الخلايا السرطانية دي يحصل لها انتشار تقل جدا. فدي الاتحاد بتاع الشغل ده ادى النتائج بتبقى اقوى بكتير، وكمان الفريق البحثي بتاعنا فيه ناس جراحين معانا، وفي ناس من كلية الطب، وفي من صيدلة، يعني تيم ضخم كبير مش متوقف بس على كلية العلوم. ولكن الحمد لله ان الليدرشيب والتيم بتاعنا الكبير هو اللي مسيطر على الابحاث اللي بتنشر دي. فطبعا الكومبينيشن اللي يحصل ما بين العلاجات التقليديه والعلاج الجديد اللي احنا بنعمله ده هيكون يصب في مصلحه المريض، وخاصه المريض المصري اللي هو فعلا بدل ما يتكلف تكلفه كبيره جدا في العلاجات. حضرتك عارف علاجات الكانسر تكلفتها عاليه قوي، وطبعا الدوله مشكوره يعني تحت قياده رئيسنا ان هو يقدر يوفر هذه العلاجات للناس الغير قادرين. ولكن ان جنرال احنا ممكن باستخدام التكنولوجي الجديده مع العلاجات التقليديه نقدر نوصل للتكلفه تقل جدا، وبالتالي احنا وفرنا للدوله ووفرنا على المريض، وكمان يصب في صحه المريض المصري. صحيح ان الناس تخف اصلا من هذا المرض، ده اهم، ده التارجت بتاعنا يعني. صحيح. ده التارجت بتاعنا. تابعنا كلنا وكنا صحيين مبسوطين كده لما صحينا على مساله خبر علاج السرطان ب جزيئات الذهب، وده كان بقيادة العالم الكبير مصطفى السيد. لأي مدى في نجاح لهذه التجربة؟ والله هو حضرتك هي يعني كان كل تجربة بيبقى ليها بعض المعوقات. كانت من معوقاتها ان ازاي ممكن نتخلص من جزيئات الذهب اللي احنا استخدمناها، وازاي ان احنا نستخدم الويف لينث بتاع الاشعاع او الموجات اللي هنوجهها للفكره. ان احنا كنا بنوجه موجات للجزيئات الذهب دي عشان نعمل كوكينج للورم من جوه، او ان احنا نخليه يعني يتاكل ياكل نفسه بنفسه. ففي بعض المعوقات كانت وقفت قدامهم تعديل على الفكره نفسها، وابتدينا بقى يحصل كومبينيشن ما بين الموجود دلوقتي والعلاج بقى بالخلايا الجذعيه السرطانيه والخلايا والنانو تكنولوجي واستخدام السي ار سي تكنولوجي الجديده. كل دي حاجات بتصب مع بعضها حضرتك، ما ينفعش ان احنا نقول يعني فكره هي اللي هتحل المشكله. لا، دي هي بتبقى افكار، وكلنا بنتكالف مع بعض، نتكاتف بحيث ان احنا يبقى نشتغل كتيم مع بعض، وده اللي بيؤدينا في الاخر ان احنا نقدر نحقق التارجت بتاعنا. صحيح. فما ينفعش نقول ان تجربه واحده او فكره واحده هي اللي هتحل كل حاجه، لا، احنا كلنا بنشتغل از تيم. هي مجموعه من التجارب بكل تاكيد الناس بتكون بتنظر اليها بشيء كبير من الامل يعني. اكيد اكيد بكل تاكيد. روح معاكي يا دكتور امير. عايز اسالك اخر الابحاث اللي شغالين عليها كفريق بحثي حاليا هي ايه؟ شغالين حاليا زي ما دكتور احمد قال في الاستمسل، ودي كانت اخر ابحاثي اصلا. الدكتوره بتاعتي كانت على الكانسر استمسل، والجائزه بتاعت اللي هي كانت في افريقيا كنا واخدين جائزتين مش جائزه واحده، كانت من ضمنهم جزء من رساله الدكتوراه بتاعتي كنا واخدينها. فالكانسر ستام سيل زي ما دكتور احمد قال دي الايرا اللي جايه كلها ان شاء الله، ودي من ضمن الحاجات اليونيك اللي خلتنا حقبة موجودين. صحيح دكتور اميره. دكتور اخيرا، يعني مرض السرطان مرض خبيث دايما بيقال عنه، هل في اي شيء يخلي الانسان يكتشفه مبكرا قبل ما يوصل ل يعني منطقه اكثر سوادا او اكثر خطرا؟ في دلوقتي حضرتك بيتطبق مع فريق التيم بتاعنا في التيم في جامعه جورج تاون يونيفرسيتي في الولايات المتحده الامريكيه، بالتعاون مع عين شمس، وان شاء الله جامعه اسكندريه داخله معانا، ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في ان احنا نقدر نعمل تجارب. التجارب دي زي روتين بيتعمل زي التحليل العادية عشان نقدر نكتشف ان المريض ده ممكن يكون الجينات اللي عنده هتبتدي يحصل لها تحورات تؤدي للكانسر قبل ما يحصل الورم او يحصل الموضوع بتاع المرض نفسه قبلها بست شهور مثلا.
او بفتره زمنيه بحيث ان احنا نقدر نكون مستعدين لو حصلت حاجه زي كده. ودي هتبقى طفره كبيره في مجال علاج الكانسر، استخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجي اللي هو العلاج الموجه او البريسيجن ميديسن. ده هيعمل طفره كبيره جدا بحيث ان احنا نقدر ان احنا نشخص الامراض قبل ما تحدث. واحنا ابتدينا فعلا خطوات ايجابيه ان احنا نجيب التكنولوجي دي ندخلها مصر ونبتدي نطبقها. عين شمس انضمت معانا واسكندريه ان شاء الله داخله معانا. سعيدة ان ده بيتم داخل جامعات مصرية. حاجة تشرفنا طبعا. دكتور احمد سلطان استاذ الكيمياء الحيويه والبيولوجيه الجزئيه بجامعه اسكندريه ورئيس الفريق البحثي للخلايا الجزئيه وعلاج السرطان، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. دكتوره اميره فياله ايضا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا كده يعني وصلنا معاكم لختام برنامج التاسعه، وهسيبكم مع كريم رمزي وتحليل قوي لكل اللي حصل في الدوري المصري النهارده. كان عندنا يعني مباريات هامه، والزمالك تفوق على المحله 2-0، وايضا بيراميدز تفوق على النادي الاهلي 2-0، وكمان قلنا يعني خبر صعود منتخب الوطني لكره اليد للنهائي. تفاصيل كل الاحداث الرياضيه مع كريم رمزي بعد قليل. اسيبكم مع كريم وتصبحوا على الف خير.